من هنا تبدا في ذاك الوقت، وحيكون معكم احد النزلاء بالتعريب البرنامج بالكامل. حياك الله. كان الحاسب محمد اخذ سيلفي كذلك. ليه سميت إدارة الوقت؟ إدارة الوقت يعني تعلمنا كيف نحن ندير أوقاتنا. ضايق الصدر بالله وسع الخاطر وسع الخاطر دنياك يا زين ما تستاهل الضيق. وكم لله من لطف خفيف يا دق خفاه عن فهم الدقيق. وكم يسر يأتي بعد عسر وتدرك المسرة والفرج في العشي تفرج كربة ألا إذا ضاقت بك الأحوال يوما فثق بالواحد الفرد العلي. إذا ضاقت بك الأحوال يوما فثق بالواحد الفرد العلي. يعني بداية يا مستجيب للداعي يا رب جب دعوتي بسراعي واشفي جميع أوجاعي. يا مرتجى يا رحمن واغفر لعبد مذنب من الخطايا يسكب بحب ساكن يثرب. طه شفيعا بيران يا رب. كل النظرات عندنا والحمد لله تعدلت الأفكار الفهم الفهم الحقيقي الحمد لله. القرآن واحد والحديث واحد كل روح روح الآية وروح الآن النتيجة أمامكم ترونها بعيونكم. كل اللي قاعدين تشوفونه الآن في الجدران في المركز الإعلامي هذا كله عمل من أعمال النزل. بسم الله الرحمن الرحيم. على شكل مجموعة هذا الشطرنج طول عمرك نفس الشيء. هذا الصامول يعني لما يخلص بدل ما يرمي هذا صامول يشوف لما ينشف تسوي من العجينه نفسها بالمويه السكر هذه كلها بالعجينه واللي يفوز ايوه. اسمع الله اسمع الله. هنا مدرسه تكعيبيه احنا من جمهورك السابق في فتره افتطفنا فيها ورجعنا من جمهورك. فضل الله وفضل هؤلاء الرجال وكلنا امل في عفو ولاه الامر ونردد معاك الله لا تقطع رجاء كل مشتاق. سلام امرك يا رب الحلم يصبح حقيقه. هذا هو هذا المركز الاعلامي. ولاه الامر ما انتظروا حتى نخرج عشان نشارك في رؤيه 2030. شاركنا فيها من هنا. احنا نقلت لنا رؤيه 2030 الى السجن واحنا الان قاعدين نصدر المجله وعندنا المركز الاعلامي وعندنا بتشوف الان نماذج من الاعمال. وكل بفضل الله ثم بفضل هؤلاء الرجال المخلصين جزاهم الله خير بفضل ولي الامر خادم الحرمين الشريفين ولي عهده والحمد لله تشوفون ما يسبقون ان شاء الله. هذا المركز رؤيه الوطن الصحيح. وانتهت في العدد الاخير الى صوره مختلفه تماما. هذا غلاف العدد الاخير تحت الطباعه الان. هذا الفارس هذا الصفحات الداخليه الله اكبر يا رجال الحزم يا درع الجنوب واشموس الحق في عصر العقول المظلمه.
لكم انتم اصحابنا كلكم برا يا اخي. نشوفكم برا، شفناكم كم مره حبايبنا وقاعدين مع بعض. والله الظاهر ترى كلنا عليه كلنا حول بعض. الله يحبك يا عن ابونا الفارس الشهم الكريم، عن جهاد جدودنا اللي خلوا حدودنا. حدثينا حدثينا يا روابي نجد، يا روابي نجد يا جبال السرات. حدثينا عن أبو ترك العظيم، عن أبونا الفارس الشهم الكريم. انا اقول للشباب ما شاء الله يا رب نعطيكم العافيه على الانشطه اللي انا بشوفها الان عندهم، يعني فن حقيقه فن راقي جدا، ارجو انه يستفيد منه المجتمع ويستفيد منه الوطن مستقبلا ان شاء الله. عن جهاد جدودنا اللي خلوا حدودنا، من بحرها للبحر ديرتي كل فخر كل فخر. حدثينا